النهارده نزلنا مدينه رشيد وإبكو، كان في تفقد على بعض المشروعات بتاعه الرصد والطرق زي ما اتفقنا وذكرنا قبل كده. احنا يعني حاطين لملف الطرق ده اولويه قصوى، واحنا بنحاول نشتغل على الطرق اللي هي الاكثر احتياجا بالنسبه للمواطنين، الطرق الرئيسيه اللي بتربط ما بين المدن وبعض او بتربط ما بين المدن والقرى. فالنهارده تفقدنا طريقين، سواء كانت طريق الدائري او طريق الشركات، وكملنا الجوله بتاعتنا في مستشفى إدكو، وبعدين بعد كده اتحركنا مع بعض على محطه صرف صحي قريه الجديه في رشيد، وشفنا ايه يعني التحديات اللي موجوده تسليم المحطه وتشغيلها، وهي ان شاء الله حاجات بسيطه خلال 3 أسابيع او شهر بالكثير هتكون منتهيه والخدمه تكون واصله لاهالينا في القريه. شكرا لحضرتك.